السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام اهلا بيكم. النهارده هنعمل موديل ان شاء الله يعجبكم. عندي النهارده مترين من قماش الكريب، عندي مترين من قماش الكريب اهو زي ما حضراتكم شايفين. تمام، طيب باخد اول متر عفوا، انا لو قسمتها بالنص هي مظبوطة بالظبط. اتعاملوا مع حد بتاع قماش كويس، لان في ناس المسطرة بتاعتهم بتبقى ناقصه 5 سنتي 7 سنتي على حسب، ربنا يهديهم يا رب. تمام، فاتعاملوا مع ناس تكون كويسه ولها سمعتها عشان الموضوع ده فعلا بيفرق. طيب انا هعمل البنطلون وهعمل كمان زي يعني ايه جونيلا كده فوق البنطلون. طيب نتابع مع بعض المترين اهو. باخد المتر الاول للبنطلون والمتر التاني للجونيلا بتاعت البنطلون. تمام، هنا بتني على 4، كفاية طبعا متر البنطلون. انت بتقيسي الطول، لو عندك بنطلون بتقيسي عليه، ولو مش عندك بتاخدي قياسات زي ما اتعلمناها في الفيديو قبل كده. خلاص انا بساوي كده اهو، واسهل بنطلون واسهل طريقة ممكن تعملوها في الحياة، مفيش اسهل من كده. بساوي كويس قوي وبنزل حوالي 29 سنتي لتلاتين سنتي. تمام، هنخليها ايه، هنخليها لو انا هعمل قمر خارجي فانت تخليها 25 26، لو انا هعمل القمر من نفس البنطلون بعمل حسابه وبنزل 30. اتمنى كده يكون كلامي واضح. فانا كده هنزل حوالي 26 سنتي عشان يكون البنطلون طويل، وهعمل القمر خارجي. خلاص يبقى انا نزلت كده ايه 26 سنتي، عبارة عن شبر بصوا وتلات او اربع اصابع، شبر واربع اصابع لسن كام؟ بصوا يا جماعه لغايه 70 كيلو البنطلون ده مناسب جدا، يعني من سن 12 سنه لغايه 70 كيلو البنطلون ده مناسب جدا. ادي شبر وادي اربع اصابع. تمام كده على مسؤوليتي، بس كمان هنعمل كمر خارجي يعني هنعمل تلبيسه للكمر. طيب بدخل كده حوالي 8 سنتي ل 9 سنتي، هنقول 9 اهي، الارقام دي مناسبه جدا ما تقلقيش، 9 سنتي. خلاص، وبعمل الخط ده بالشكل ده كده، وبعمل الدوران بتاعي اهو بس كده. خلاص البنطلون خلص. طيب بنزل هنا للرجل، عايزه اعمل تكسير، مش عايزه بنطلون واسع قوي، حوالي 23 سنتي برضو انا مش عايزاه لا واسع قوي ولا ضيق قوي اهو. خلاص، وباخد الخط ده كده لغايه النقطه دي أهو. والجزء ده هو اللي انا هعمله قمر. تمام، يبقى انا مش مستخدمه اكتر من متر في البنطلون كده. تمام كده، تمام نقص، يبقى الجزء ده عندي قمر. بسم الله. الكريب من القماشه الناعمه المريحه اللي بتديكي شكل حلو جدا جدا في اللبس. وبسيطه في نفس الوقت. بفتح كده البنطلون بتاعي اشتغل على اي جنب يا جماعه، على اي جنب. باجي هنا اروح ايه داخله حوالي 2 سنتي للاخر، وهنا حوالي برضو 2 سنتي لغايه، انا مفيش كده هتوصلني لغايه المنتصف ده، يبقى عندي ايه الامام بتاع البنطلون اهو. البنطلونات غالية جدا، تخيل انا شفت بنطلون ب 800 جنيه والله العظيم، هو اصلا عبارة عن متر قماش، لا ده اعمل ايه ب 100 جنيه اهو. تمام، الخياطة بتكون ايه، بخيط الدوران ده كده اهو، وبخيط الدوران ده. تمام، هي دي كده اسهل حاجة في الخياطة. ده البنطلون بتاعي كده، هنوديه على المكنة. القطعة اللي باقية اهي متر، انا هاخد منها بس الحزام، يعني هاجي كده على جنب عشان اخد منها الحزام بس اهو، وادي هنا، واروح ايه محدده الحزام بتاعي، بس ما باخدش منها اكتر من كده، يعني خلينا نقول ايه حوالي 7 سنتي، خليها 8 سنتي يبقى عليك شكله حلو اهو، 8 سنتي
كده الحزام. تمام، دي القطعه بتاعتي اهي اللي انا باخدها كسرات كلها وبحطها على الحزام عشان تركب على البنطلون. يلا بينا نشوف الخياطه، متحمسين جدا. احنا رايحين بناخد الدوران زي ما قلت لحضراتكم في الاول كده، يعني ايه اعمل كمر خارجي؟ يعني باخد قطعه قماش زي اللي انا قصيتها للحزام وبلفها على الكمر، هي القطعه اللي هتتني للداخل. انا مش لسه هعمل كمر فوق، لا، هي القطعه اللي هتتني للداخل، يعني انا بركب قطعه عشان في الاخر اعملها كده. فاهمين كده ازاي؟ طيب بصوا بقى كده، بنفتح البنطلون اهو، لانه انا عايزه اعمل البنطلون طويل علشان حاجات غاليه ومش محتاجه بقى كل شويه ايه اروح اجيب بنطلون او اجيب قماش عشان اعمل بنطلون. باخد الرجل اهو، بسم الله، ساعد المكنة مش هتشتغل لوحدها، مش قصدي ان هي مش هتشتغل يعني هتعطل، لا، لازم نساعدها عشان تدينا شغل مظبوط. لون الخيط لازم يتوافق مع القماش اللي انا بشتغل فيه. الحجر اهو، على الحجر اهي، شايفين الشريطة دي هي اللي هتتني من ورا على الأسفل عشان احافظ على طول البنطلون اهو. بتقيسي على وسط البنوتة او بتاخدي نص قياس الوسط بتاع البنطلون اهو. تمام، ادي قطعة القماش اللي انا قلتلكوا هنلفها للورا اهي، شايفين دي اللي انا ركبتها اهي، بلفها للظهر بالشكل ده كده اهو. يبقى انا ما جيتش ناحية قياس البنطلون وفي نفس الوقت عملت كمر بعيد عن قياس البنطلون، عشان لو القماش معايا محدود ابقى انا ايه فاهمة ازاي بتصرف الحاجات دي. تمام، ما عملش رجل بنطلون قصيرة عشان ام عبد الرحمن قالت لي انزل 30 سنتي، لا اهو بصوا، واروح جاية كده ومخيطة ايه على الحرف عشان اثبت معايا كمان الاستك وما يلفش اهو. شفتوا بقى كده، دي الطريقه اهو. يبقى البنطلون بتاعي من الخارج اهو، وادي من الداخل هي القطعه دي الزياده اهو، شايفين كده تركيب الاستك زي ما قلت لحضراتكم كده، ايه الحجر عندي مظبوط وكده الطول مظبوط. طيب نبدا في القطعه اللي بعد كده وهي القطعه الخارجيه. تمام، انا بعمل ايه بقى عشان اوفر على نفسي وقت ومجهود؟ بتنيها من الاربع جهات علشان اشتغل فيها على طول. تمام، انا تنيت اهو تنيتين كده فوق بعض، لازم اثني على الحرف بطريقة كويسة علشان يبان شغلي ان هو احترافي وحلو، فالناس تشوف شغلي كده فتقولي جايبة البنطلون ده منين. اقول لها لا، ده انا بشتغل، انا اللي عاملاه، ده سعره كذا، وانتي بتقولي سعره احذاري، تقولي انه مكلفك 100 جنيه، 100 جنيه ده مكلفك انت عشان تعمليه لبنتك، جبتي متر قماش ولا مترين 200 جنيه رحتي عامله ايه القطعه، انما احسبي خياطتك واحسبي مشوارك، احسبي لو هتعملي اوفر، كل ده لازم تحسبيه وانت بتقولي سعر الحاجه. هتقول لك ده انت اما تيجي بقى تقولي لها لا ده مكلف كذا، تقول لك لا ما انت قايله لي كذا. الله، طب ما انا قايله لك كذا عشان انا عاملاه لبنتي، تقول لك ما هي زي بنتك برضه. ندخل بقى في قصص بقى، فاهمين ازاي؟ لا، فايه لازم نعمل حسابنا في الحاجات دي. خلاص انا كده بتني من كل الجهات عشان اشتغل فيه على طول. طيب انا تنيت اهو من تلات جهات، ابتدي بقى كده ايه اخد الجزء اللي فوق، انا عامله الحزام اهو، اوصل الحزام عشان احتاجه طويل شويه. تمام، وادي القطعه بتاعتي. ابتدي بقى كده ايه اخرج طول الحزام اللي انا عايزه اخرجه الناحيه دي اهو،
وليكن هنقول الجزء ده كده، وهقول لكم برضو كام. وابتدي بقى اعمل ايه؟ اعمل كسرات، كسرات في القطعة مش في الحزام. دي القطعة بتاعتي، ناخد بالنا بس عشان الكسرات تكون متساوية. يعني ممكن تعملي ايه؟ كل 3 سنتي كده ايه علامة وتروحي عاملة قصر. مش عايزين كشكش، احنا عايزين كسرات. لو عايزة تعملي قماش بليسيه بيبقى ليه مكان يا جماعة، عشان بس نكون واضحين، قماش البليسيه ليه مكان، عشان نديك البليسيه. وبتني الجزء ده كده في عندك هنا ايه برسل، فعادي لو تنيتي كده تمام، بس عشان الشكل يكون احسن يعني افضل انه يتني بالشكل ده كده تمام. تاخدي بالك بس عشان شكل الخياطة يبقى كويس، يعني ممكن ندبس عشان نخيط من بره عشان يبقى شكلها حلو. لازم ابقى على الحرف جدا جدا اهو. لون الخيط يا جماعة مهم جدا، لون الخيط ممكن يبوظ لك كل اللي انت بتعمليه. اهو شيل الدبوس. ده كده شكلها من بره تمام، وادي من الداخل يعني بره زي جوه بالظبط تمام. بقى معايا الحزام اهو، دخلوا كده جوه بعض الشكل ده، مشوش جدا عشان كل حاجه تطلع مظبوطه وشكلها حلو. ده اذا كنت بتبحثي عن التسويق تمام، لازم تتاكدي من كل الحاجات اللي انا بقولها دي. تمام، ما سيبش الحرف، لان انا لاحظت كده ان ايه الحرف ده بيتساب. لا انا ما سيبش الحرف ده خالص اهو، لازم برضو افنشه بطريقه حلوه، لازم اتخلص من الخيوط. الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده لما اكوي بقى هيبقى حاجه تانية خالص. دي كام؟ ممكن تبقى يعني من 30 ل 50 سنتي تمام. هعمل حزام الناحيه التانيه ونكويه كده ونشوف شكله على البنطلون اهو. يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، بصوا ده كده الجزء اللي احنا عملناه كسرات، وده كده رجل البنطلون اهو تمام، يعتبر قطعتين في بعض. كمان اصلا اهو زي ما حضراتكم شايفين حتى في الظهر بنطلون شكله شيك جدا بالقطعه اللي عليه، فحتى عايزة تلبسيها على جيبة برضو بيبقى شكلها تجميل وشكلها حلو جدا البنطلون والقطع اللي فوق، وبصراحة في منتهى الجمال. وممكن تلفيها بأي شكل، يعني ممكن تروحي لفاها مثلا من الظهر بس، يعني بتجيبيها ناحية الظهر خالص كده وتربطيها، وممكن العكس كمان تمام اهو بالشكل ده تمام اهو. طبعا احنا حطيناها في الجنب علشان شكل الموديل اللي احنا شفناه، وشكلها زي ما انتوا شايفين كده بمنتهى الجمال والبساطة، وسهلة جدا جدا، وتعملوها زي ما عملناها كده في الفيديو. بشكركم جدا جدا، واتمنى يكون عجبكم. متنسوش اللايك والشير، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا